أصيبت العاصمة الأمريكية واشنطن بشلل تام إثر هبوب عاصفة ثلجية ربما تكون هي الأشد في تاريخ المدينة الحديث، لكن بعض سكان المدينة تمكنوا من التغلب على قسوة الظروف الجوية ووجدوا فيها فرصة للراحة أو الاستمتاع، إذ نظموا مسابقة للتراشق بكرات الثلج. الظروف الجوية الغريبة من نوعها التي تجتاح العاصمة الأمريكية كانت مثار تعليقات ومزاح بين الرئيس أوباما وأعضاء الحزب الديمقراطي في اجتماع عقد على مقربة من البيت الأبيض. إنها القيامة الثلجية هنا في دي سي. الحياة في واشنطن شلت تماما إذ ألغيت رحلات القطارات والطيران وأغلقت المدارس والمتاجر وحتى الكنائس، كما عانى مئات الآلاف من انقطاع الكهرباء مع احتمال تفاقم الأوضاع بتدهور الأحوال الجوية أكثر فأكثر. السلطات المحلية تعمل بجهد جهيد لإزالة الثلوج المتراكمة من الشوارع وإعادة الحياة إلى إيقاعها الطبيعي، لكن لم يتضح بعد إذا كانت تلك المحاولات ستكلل بالنجاح، خاصة مع توقعات بتجاوز سماكة الثلوج المتساقطة 70 سنتيمترا. لكن الصورة لها جانب آخر أكثر إشراقا، إذ يرى بعض سكان واشنطن سواء من الأمريكيين أو السياح سقوط الثلوج أمرا مثيرا للبهجة وفرصة للاستمتاع بالوقت. إنني من روسيا وهذا الطقس يذكرني ببلادي، خاصة أجواء رواية دكتور جيفاغو. ويبدو أن سكان واشنطن قرروا أن يبحثوا عن أفضل نشاط يمكن أن يمارسوه في ظل هذه الظروف الجوية القاسية التي لم تنجح في إرغامهم على البقاء داخل منازلهم، فكانت مسابقة التراشق بكرات الثلج التي شارك فيها الكثير من أبناء المدينة بشكل فاق توقعات جهات المنظمة. إنني أعد بعض كرات الثلج، لا أدري بالضبط كيف سيجري الأمر، لكنني متأكدة من أنه سيكون ممتعا. قد تكون العاصفة الثلجية الكاسحة مصدر خوف وقلق للبعض، لكنها بالنسبة لآخرين فترة استراحة ومتنفس للتخلص من ضغوط حياة تثقل كاهل الإنسان.